السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي مطبخ تقوى جوري. اليوم بإذن الله جبت لكم غديوة سهلة ماهلة، معلكة مدغمرة كما كنقولوا، رائعة ولذيذة. شوفوا تبارك الله الدغميرة كي كتجي لذيذة وكتجي شهية، ما شهيتكم فيها؟ كما كتشوفوا في الصورة عندي دجاجة من فئة أي وزن على حسب، بغيتو تستعملوا جوجات صغار بغيتو تستعملوا، كتجي رائعه وكتجي لذيذه معمره بالشعريه ديال الصفه. عمرت معكم شحال من مره بالفيرميسيل وقلنا دابا نديروا الشعريه ديال الصفه، كتجي حتى هي لذيذه وبنينه وفنه فنه، ما شهيتكم فيها؟ طبعا مرافقه معها هاد البطاطا، درتها معكم شحال من مره في القناه بدون زيت بدون قلي، كتجي في الفران مقرمشه كتجي لذيذه حتى هي زوينه فنه. كنتمنىكم تبقاو معنا حتى لاخر الفيديو وتتبعوا معنا الوصفه ديال اليوم. نبداو على بركه الله. عندي هنايا القزبر والمعدنوس، عندي هنايا الثومه، راني استعملت 3 ثومه بزايد، استعملت 5 دروس واستعملت سكينجبير طري، طحنتهم مزيان. ما نقولش لكم البنات السكينجبير طري كيجي لذيذ 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 لواحد الدرجه ما كتصورش. عندي هنايا الزعفران الحر، كما كتعرفوا الزعفران الحر كيتواتي مزيان مع الدجاج في داك الاخير في ديك الدغميره، كيعطي واحد المذاق واحد اللون ما شاء الله. مهم خديت هنا الكميه وضفت عليها ماء غليان، غادي نخليوه يطلق. استعملت هنايا الحامض مصير، استعملت هنايا صوص الصوجا، غادي نستعمل الصلصه الحاره اللي عندها الهريسه تستعملها، انا كنستعمل هذه الصلصه حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين. غادي نحلها. استعملت الصلصه الحاره كما قلت لكم، اللي ما متوفرش عندها الصلصه من هذا النوع هذا تستعمل الهريسه حتى هي كتجي زوينه. صافي فرغت الخليط ديالي، كما كتشوفوا البنات ما استعملت تش العطريه نهائيا، استعملت غير الحامض والزعفران والصويا صوص والصلصه الحاره، وغادي نرق الدجاجه ديالي. بغيتوها تبات كان احسن، كتجي رائعه العظومه ديالها كيتبننوا وكيشربوا هذيك العطريه. كيما شفتوا انا درت هذاك الكاس ديال الزعفران كله، غادي نضرب ليها هاد الصدر هنا، غادي نديروه على شكل حفار بحال هكا، وغادي نعمروه مزيان بهاد الحشوه. غادي نستعمل فيها حتى الحامض مصير والثومه حتى هي، غادي نبقى نخشيها في دوك الجوانب في داك الصدر. كما قلت لكم الا خليتوها تبات كان احسن. المهم غادي نخليها، انا استعملتها في الصباح وغادي نخليها حتى بحال هكا واحد جوج سوايع على ما نبغي نوجد الغداء. هانتوما شفتو كنثقب الصدر مزيان وكندخل ليه الحشوه، واستعملت كما قلت لكم تما غادي تشوفوا معايا، استعملت الثومه استعملت الحامض مصير حتى هو. مهم شربتها مزيان بالعطريه بلا والو، ما نقولش لكم الريحه ديال السكينجبير كي طالعه الطري يا سلام، او الحامض مصير حتى هو كنديرو هنا، كندير الحامض مصير كندير صافي. هانتوما شفتوا عرفتي كيجي ملي كتوصلي لداك الصدر وكتبدي تاكلي كيجي في كيتلقيه هاري وطيب وشارب العطريه مزيان. وكما شفتوا هاد المهاد راه غادي نخليه هو باش غادي نروي الدجاجه، هو باش غادي نروي بيه، ما غاديش نلوحو كما قلت لكم. صافي غادي نرقدها ونخليها جانبا، الا باتت غتجي احسن. هانتوما شفتو هاد سميتو هادو ديال السكينجبير، حتى هما ما كنرميهمش، هادوك القشره ديال السكينجبير حتى هي كنديرها في الصدر بحال هكا كنخشيها. ما نقولش لكم كي تيجي المذاق، غير جربوه وردوا عليا الخبر. اللي ما بغاش يستعمل بحال هكا يحك السكينجبير طري ويخشيه في دوك في داك الصدر. هانتوما شفتو صفيت هذاك الماء وطحنت هنايا البصله الخضاريه، عندي هنايا كميه قليله ديال الشعريه ديال الصفه، غادي نسلقها.
غير جوج دقائق وغادي نزولها، غير غنسلقها غير جوج دقائق لما فيه الملحه والزيت، غير غادي تسلق جوج دقائق غادي نصفيها. كما كتعرفوا هي راه طيبه، هي راه اصلا ما كتاخذش الوقت بزاف وباقا غادي تطيب وسط الدجاجه ثاني. مهم كما قلت لكم جوج ديال الدقائق غادي نزولها. عندي هنايا في مقلات غادي نستعمل فيها هذيك كبيده وحده، كبيده غادي نشحرها مزيان في الزيت مع شويه ديال السكينجبير والثومه طبعا والملحه. عندنا هنا الخرقوم ميم غادي نبقى نديها ونجيبها، وغادي نصفيو هذيك الشعريه ديالنا كما قلت لكم الملحه. وغادي من بعد ملي غادي تصفى مزيان غادي نضيفوها على هاد العناصر هادو، على العناصر ديال الكبده. نضيف هنايا شويه ديال البصله الخضاريه بحال هكا جوج معالق كبار. بصراحه البنات استغلوا الفرصه ديال هاد البصله الخضاريه ما حدها موجوده، كيجيو الوصفات يا سلام ديالها، كيجيو بنان وكيجيو لذاد. صافي كنديها وكنجيبها كنقص العافيه باش ما تحرقش ليا، باش ما تحرقش ليا البصلاح. كما كتعرفوا العافيه مهيله، كيجي الطياب زوين وكيجي بنين. عندي هنايا سكينجبير، عندي هنايا فلفل احمر باش ما تحرقش لينا حتى الاقامه. عندنا هنايا الصلصه الحاره حتى هي كما قلت لكم اللي ما كانش استعملوا الهريسه، صفيوها باش ما يبقاوش دوك داك السفه ديالها كي ها هي. غادي نصفيوها، غادي نصفيو الشعريه ديالنا. صافي غير غادي تصفى، غادي نضيفوها على الخليط الاخر، خليط ديال الكبيده. من بعد ما غادي نشحروها دابا مزيان، نتوما كتشوفوا ما كتعجن ما حتى شي حاجه. صافي غادي نصفيها نخليها حتى تصفى تسقطر من الماء، وغادي نضيفها كما قلت لكم على هذا الخليط. هي باش غادي نعمروا الدجاجه ديالنا ان شاء الله من الداخل. صافي غادي نبقى نحرك والعافيه مهيله، النار تكون مهيله من بعد ما تصفات لينا. كنضيفو على الخليط ونحركوه مزيان حتى تشرب لينا، تشرب لينا من هذاك اللقامه اللي استعملنا. صافي كنحركوها بحال هكا وكنديوها نعمرو بها. نسيت ما قلتش لكم هنا الحامض مصير حتى هو اللب ديالو اللي كنستعمل. كما كتعرفوا الدجاج كيتواتى مزيان مع الحامض مصير. صافي دابا غادي نبداو نحشيو الدجاجه ديالنا، غادي نعمروها من الداخل. الحشوه ديالنا باقا شويه سخونه ولكن ماشي مشكل، غادي نستعملوها. صافي وغادي نسدو، اللي بغات تخيط تخيط، اللي ما بغاتش انا سديت غير دوك بالعويده ديال الكيردون. صافي وغادي نحطوها في الكوكوط. ما كنديروش البنات في الجوانب بالفخاد حيت الا تفرقعت لينا الدجاجه، الا درناهم في الجوانب كتفرقع الدجاجه والحشوه ديالنا كنستعملوه غير في الوسط. نصيحه مني استعملوا الحشوه غير الوسط، بعدو على الجناب وبعدو على الفخاد، ما تخشيوش هنا بالفخاد لا. صافي غادي نربطوها من رجليها، كنحشيها مزيان وغادي نسدوها بالكيردون. بصراحه انا قويت الحشوه اللي ما فيها باس، كلشي غادي يتكال ان شاء الله. عرفتوا البنات هذيك الحشوه كيجي فيها واحد المذاق لذيذ لذيذ لذيذ. وطبعا كما كتعرفوا هاد الشعريه ديال السفه كيجي المذاق ديالها مغاير على المذاق ديال الفيرميسيل ديال ديك الشعريه الصينيه، كيجي مغاير، كتجي هي معلكه وكتجي لذيذه بزاف. صافي دابا غادي نسد، اللي بغات تخيط تخيط، اللي ما بغاتش تسد بالكيردون. صافي حتى تحمر الدجاجه ودير، انا غادي نزول هذاك العنق. جيت ما لقيتش عندي ليك، لقيت هذاك ديال الكيردون تقادات ونشد داك هذوك سميتهم ديال الشوا ديال العود، قسمته على ربعه وهو قضى ليا الغرض. ها نتوما كتشوفوا
كما كتعرفوا الجلده ديال الدجاجه راها اصلا طيبه وهاريه. صافي ودابا غادي نحطوها في الكوكوط ديالنا ونضيفوا معها كما قلت لكم البصله الخضاريه، كتجي لذيذه بزاف. هانتوما شفتوا كي تتجي الضغميره ديالها، راه استعملت غير البصله الخضاريه بوحدها. صافي انا حطيتها في الكوكوط، وهنايا خديت شي كبيدات وكنيصات كانوا عندي، حتى هما اللي غادي نعلق بيهم هذيك الضغميره. درتهم في الماء والخل، ما بقاش عندي الحامض، درت الماء والخل والملح وخليتهم يتسلقوا. هنا كما قلت لكم كنشحرت الدجاجه ديالي، حطيتها على الصدر واستعملت ما تبقى من البصل. صافي غادي نروي بداك الماء اللي بهذاك الكاس اللي شتوني قبيله درتو للدجاجه ديال الزعفران، غادي نضيفو غادي نروي الماء، وما غاديش نسدها ليها طبعا باش ما تطرطقش ليا ما تنفخش. من بعد ما تشحرات ليا شويه البصله وتشحرت الدجاجه ضفت هذاك الماء، نتوما شوفوا من بعد ما طابت غادي نزولوها. هنايا استعملت البابريكا الفلفل الاحمر، درت معاه شويه الزيت ودهنتها مزيان ودخلتها الفران. هذيك البابريكا كتعطيها واحد ملي كتحمر كيجي فيها واحد اللون كيما شفتوا، كتجي محمره زوينه. ما نقولش لكم الريحه ديال الزعفران، طبعا الريحه ديالو خطيره ما شاء الله. ريحه الزعفران ها هي الضغميره ديالي، باقي ما وجداتش. دابا عاده غادي نستعمل الزيت كيما شفتوا معايا، انا ما استعملتش الزيت في الاول، دابا عاده غادي نستعمل زيت الزيتون فقط. وحطيت فيه دوك الكبيدات من بعد ما سلقتهم، ودابا غادي نقابلها. من بعد ما دخلت الدجاجه ديالي الفران غادي نقابل هاد الضغميره ديالي بالتحريك. غادي نبقى نحرك حتى توقف مزيان. وهانتوما شفتوا معايا ملي وقفات كي جات رائعه وجات لذيذه، ما نقولش لكم شوفوا كي تجي. انا راه بقيت عليها بالتحريك حتى وقفات ليا بحال هكا. كنتمنىكم تكونوا تبعتوا معايا الفيديو من الاول للاخير. كنتمنى من الناس اللي صادفوا القناه ديالي وعجباتهم طبعا يخليو شي كومونتير زوين ويتابوناو معنا باش تكبر العائله ديالنا بفضل الله وحمده. وهاي الدجاجه ديالنا من بعد ما طابت كما قلت لكم راه فقتها بهذاك البطاطا اللي كنستعملو في الفران. كما قلت لكم راني استعملتها معكم بزاف في القناه. كنتمنىكم تجربوا هذه الوصفه سهله ماهله وتنجح معكم بنفس الضغميره بنفس الطريقه، وتنال الاعجاب ديالكم وديال وليداتكم. ومع السلامه.